النجمة زينب تألق السنة دي في مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير، والمسلسل بيدور عن قصة نجمة سينمائية بتتقلب حياتها رأسا على عقب. كاميرا أون كان ليها حوار خاص مع زينة وكلمناها في البداية عن اختيارها للمسلسل وتعاونها مع المخرج وفريق العمل. كانت حاجة صعبة قوي وعايز تفكير كتير وفي قلق وخوف طول الوقت من اللي فات، فالتركيز كان لازم ربنا يكرم بقى من عنده، لان انا كان عندي عمل تاني ووقف. وبعدين انا الحقيقه ما كنتش لسه عرفت الزياد، يعني انا بعد ما اشتغلت اقدر اقول لك ان انا الحمد لله احنا ماشيين كويس، بس انا قبل ما نشتغل انا ما كنتش اعرف زياد خالص ولا اشتغلت معاه، حتى وهو مساعد ما اشتغلتش معاه، فكانت بالنسبه لي مخاطره فظيعه. بس هو من اول قعده قعدتها معاه انا خلاص ارتحت جدا وحسيت بجد ان هو بني ادم كويس ومحترم وراقي في تعاملاته، وده مهم قوي. كمان بقى لما جيت اشتغلت لقيت الموضوع في الشغل يعني عظيم. انا متاكده ان ده مش اول عمل، يعني مش اول اخراج لي اكيد، يعني مش عارفه ده كان مستني ايه كل ده ما بيخرجش. ده في ناس ما تسواش وبتصحى تخرج من غير ما يشتغلوا مساعدين، انما زياد الصراحه متمكن جدا وهايل. معانا كمان هيثم حسني مدير التصوير، ده حبيب قلبي بقى، ده عشرة من زمان، اعرفه من حوالي 9 سنين عشان هو كان فوكس في مسلسل ليالي، اول بطوله ليا في التلفزيون. وامير كان هو المنتج برضو، امير شوقي كان هو المنتج، فانا الحمد لله محظوظه باصحابي. هو مسلسل اجتماعي قوي، بس حياتنا اصلا بيحصل فيها سسبنس، انا حياتي فيها سسبنس. وانت هو ده، انت لو عملت حادثه لا قدر الله وانت ماشي بعربيتك هيبقى سسبنس، هو ده السسبنس في حياتك. فأي حاجة بيبقى فيها حدث سريع على غير العادة، يعني مش انت مش نازل رايح الجورنان دخلت اشتغلت اتغديت وروحت، ده ما فيهوش سسبنس. بس لو اتغديت اتخانقت رحت القسم كل ده سسبنس، فاحنا بنفهم معنى السسبنس غلط. بس هو اصلا سسبنس اجتماعي اجتماعي واتك انا لا عاملة بقى اللي هو نط من الدور ال25 واتفشفش واصحى تاني اقوم اتخانق، مش عاملة الحاجات دي خالص.